نعطي الكلمه لمسعود. هذا الشخص هذا قسما بالله مثال الاراده، مثال بزاف تاع الحوايج. انا كل ما شفتو كنتقوى، كنقول الحمد لله ملي بحال هذا الوليد هذا. اصلا باش تعرف واحد حاجه مسعود راه ما تزالش كفيف، راه 12 عام ياك في العمر ديالك عاد ولا كفيف، صعيبه بزاف. والمركز اختار مسعود من الطلبه كاملين لانه يستحق تكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم كريم الخطوط مدير مركز الاعلاميه المدينه الجديده. اليوم كما شفتوا كانت عندنا واحد المناسبه اللي احتفينا بها المراه، ولكن هذا الاحتفاء هذه المره كان بواحد الصوره اخرى، اننا ارتئينا اننا نجوا لمدينه الفنون ونقدموا وصلات ونقدموا فقرات من انجاز طلبه ديال المركز اللي من هذا المنبر ديال صافيناو. كنشكروا بعدا هو الاول، وكنشكر الطلبه ديالنا اللي صراحه ابدعوا ثم ابدعوا ثم ابدعوا. وباش ما ننساش كنوجه الشكر لجمعيه عبد الاعلاميات والتسيير والمندوبه الاقليميه ديالنا والسهام نائبه الرئيس ديال المجلس الاقليمي والسيده ناديه بوزندافه النائبه الاقليميه ديالنا والحضور كامل. نسيت واحد يسمح لي، وباش ما ننساش علاش جبت هاد الناس حدايا، لان صراحه واخا نهضر اللي هضرت ما غنعطيهمش حقهم. سي يوسف اللي كان تقريبا اللي سهر على العمل من الف الى الياء، وسي يونس البكيري اللي صراحه فنان كوميدي موهوب. وشكرا من هذا المنبر، وكنوجه التحيه للطلبه ديالنا ونوجه التحيه للحضور ديالنا. شكرا شكرا. هذه الفكره صراحه ديال سي يوسف تناقشنا انا وياه فيها، وعيطنا سي يونس اللي هو استاذ ديالنا تاع المسرح، وفكرنا اننا نديروا شي ايفينمون اللي تكون زوينه من بعد الجائحه ديال كورونا اللي صراحه انه وقفت النشاط الثقافي ديال المركز لسنتين. وملي الحمد لله رجعت الامور الطبيعه ديالها، احنا انتم شفتوا الله سبحانه وتعالى ما خيبناش، والعرض كان رائع جدا. هذا غير البدايه، هذا اول عرض، وحنا كي حاطين مع المخطط مع سيونس الاستاذ ديالنا تاع المسرح ان غنديروا ثلاثه المسرحيات في السنه، هذه الاولى. وكيف شفتوا الحمد لله كان نجاح منقطع النظير. وكيف قلنا هذه البدايه، وحنا كنوعدوا الطلبه ديالنا بالاخص، حنا الباب ديالهم مفتوح، والباب ديالنا يسمحوا لي الباب ديالنا مفتوح لهم. اللي عنده شي موهبه لا في المسرح، اللي عنده موهبه في الغناء، اللي عنده، حنا عندنا شعار ديالنا ثقافه ورياضه. السلام عليكم. سميتي ويتا الغرباوي، طالبه في مدرسه عبده جوج. بالنسبه للنشاط اللي قمنا به اليوم، هما الطالبات غادي يتخرجوا فياخذوا الدبلوم ديالهم. حنايا لي موديل ديالهم نكفونا ولبسونا وداروا لنا هذا النشاط، قاموا بالواجب ديالهم على احسن وجه، والمدرسه كانت على احسن وجه بكل المديره كاع المسؤولين تمايا. وكنبغي نقول زعما البنات اللي بغاو زعما اللي عندهم هذه المهنه، لا خياطه لا مكياج لا حلاقه لا استيتيك طبخ، اي حاجه، اي مواهب كاينين، وحتى المسؤولين كيعطوا داكشي ديالهم كامل. جاو الناس وعجبهم بهذا الشيء اللي درنا اليوم، وكنتمنى من الساكنه ومن البنات كل شيء يجي يتسجل في ذاك المعهد ديال عبده جوج، كيعطي افاق زوينه وكيعلم مزيان. اسمي احمد بقطب، مكون في ماده ديال الشبكات يعني ريزو انفورماتيك في مركز عبد الاعلاميه التسيير من 2008 لدابا. بالنسبه للتكوين اللي كنديرو، كنديرو التكوين ديال يعني الاعلاميات، يعني هذا الشيء ديال المجال الرقمي، يعني بحال الريزو البيروتيك المانتونونس والديفلوبمون، زائد مواد اخرين اللي هما بحال الكوميونيكاسيون والماناجمنت ولا كونطابيليتي. بالنسبه للتكوين، التكوين هو المده ديالو مده سنتين، يعني كيتكونوا في هاد الدري الطلبه ديالنا في هاد المواد كاملين اللي ذكرناها. الحفل اليوم الحفل رائع بكل المستوى، يعني كل المقاييس، من حيث التنظيم ولا من حيث المواد اللي تناولوا في هذا الحفل هذا. يعني ما يمكن لنا الا نشكروا هاد الناس على المجهودات اللي كيقوموا بها في اطار ديال يعني نخرجوا الدراري من هذيك الاجواء ديال الدراسه وداك الشيء، ونحاولوا ندخلوهم لهاد لي زاكتيفيتي اللي كيدير المركز. الرحيم السلام عليكم ورحمه الله. الاسم عبد الواحد الغابولي، استاذ ماده المكتبيات بمركز الاعلاميات المدينه الجديده. بخصوص النشاط اللي قام به اليوم المركز، فهو ماشي اول مره كتقوم به، يعني مرات كثيره. الحفل جاب بمناسبه ديال تخليد الذكرى العشرين للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات اللي كتخلدوا المملكه المغربيه والمنظمه العالميه. فكنبغي نوجه تحيه تقديريه لمدير المركز السيد كريم الخطوط، اعضاء الجمعيه والمندوبه الاقليميه للتعاون الوطني، وجميع الاشخاص الساهرين على نجاح هذا الحفل، لا المسرحي لا الفني لا التكريم ديال الطلبه بالمركز. وشكرا. باش يوصلكم الجديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.